اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الناس راهي طالقه روحها، عاملين بيوس جايين باش توريست والفندق العائم في مدينة برايزاخ. أو جاء الفندق الآخر، هذا فندق من نوع آخر، هذا فندق صغير، هذا ماشي فندق، استغفر الله خوتي، هذا شغل بوت ولا كيفاش يقولوا له. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. قالوا الناس رايحة، الناس جاية، الناس تعوم، الناس تاكل، الناس تشرب، قالوا الناس هاي تتزوج. يا الاسبكتور الله يرحمك، يا ابو يا الاسبكتور طاهر، منظرة رائعة جدا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. أتمنى كل واحد يجينا يضرب دورة، يحوس، يطلق روحه. أتمنى الخير لبعضكم خوتي، ربي يكتب لك غير الخير. المهم بلاصة شابة زينة وهايلة، والناس راهي هنا ما شاء الله، باني مطلع بزاف باش ما تشوفوش الناس اللي راهي تحتي. نهر الراين راهي تكب من هي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وهذا هو، هذا هو البون اللي يفصل ما بين فرنسا والمانيا. شوفوا صعوبة الدخول من فرنسا لالمانيا ومن المانيا لفرنسا، شوفوا فيها. هذا الجسر هو الحدود ما بين المانيا وفرنسا. لا بوليس، لا لادوان، لا يديك لا يرجعك. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم ضرب الله يدعم خوك وصلي على رسول الله، وان شاء الله كل واحد ربي يعطيه على حساب قلبه. الناس هنا ثاني راهم، هذه خاوتي بك معلومه، هذا وين تشوفوا الناس هنا ولا ميغاري وطونوبيلات تاعهم، جا الكونترول هنا يضربهم كاع ببروسيات. راك تشوف البرو اللي هيك الطونوبيلات شحال كاين اللي هيك، هذو كاع ضربوهم ببروسيات خاوتي، لانه الباركينغ راه من هي. هاوليك الباركينغ، هاو الباركينغ، وهو ما يحوس يحطها هنايا ويقعد هنا. المهم صلي على رسول الله. هذه برك خوتي ديديكاس لحبابنا وخاوتنا اللي حبونا، ربي يحفظ الجميع.